بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا بوفاة قرينها صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدمبرا واعرب جلاله الملك المفدى في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلاله وحكومه وشعب بريطانيا الصديق راجيا الرحمه للفقيد وللاسره المالكه الكريمه جميل الصبر وحسن العزاء مشيدا جلالته بجهود الفقيد الراحل واسهاماته الطيبه في خدمه المملكه المتحده وشعبها الصديق